بسم الله الرحمن الرحيم. الامرجنسي طوارئ من اخطر الحاجات او الشغل اللي بيبقى موجود في المستشفى هو شغل الطوارئ. ليه بقى؟ لان دكتور الطوارئ ده هو الدكتور، اول دكتور بيقابل الحالة، يعني اول ما الحالة بتخش مين اول واحد بيقابلها؟ دكتور الطوارئ. فدكتور الطوارئ ده هو اللي بيعرف يتعامل مع الحالة في الأول، خلاص؟ بعد كده يبدأ يصنفها. هو في مشكلة ولا إيه؟ خلاص. بعد كده يبدأ يصنف الحالات ويتعامل معاهم لو هو في مقدرته، لو هي محتاجة بعد كده كونسلتيشن أو إن هو يحولها على التخصص بتاعها بيحولها، خلاص؟ فاللي انا عاوز اقوله ان الطوارئ ديت هي اللي بيتبني عليها اي سيستم مستشفى. الطوارئ هي اللي بيتبني عليها اي سيستم ايه مستشفى، تمام؟ الحقيقه الجزء بتاعكم او المنهج بتاعكم كوريكولم بتاعكم ده جزء من منهج كبير في الطوارئ، يعني حوالي مثلا الكورس اللي انا عامله ان شاء الله ده بيشرح الطوارئ، يعني اول حاجات الاساسيه فروم اي تو زد. انتوا مثلا عندكم منها في منهجكم ربع مثلا الكم، تمام؟ هما مختار لكم اهم المواضيع، لكن في مواضيع كتير مش متطرقين ليها. المهم يبقى احنا هنتكلم باذن الله عن الامرجنسي او الطوارئ. طيب اول موضوع عندكم هو موضوع اسمه الترياج. ترياج معناها ايه؟ كلمة ترياج معناها حجرة الفرز. كلمة ترياج هي كلمة فرنسية تري، وكلمة فرنسية ديت معناها تو سورت. كلمة سورت معناها ايه؟ يرتب او ينظم، تمام؟ يعني مين اللي هينظم لك العيان اللي جاي ده او البيشنت اللي جاي ده او هيفرزه لك، يقول لك هو محتاج ايه بالظبط، يدخل انهي روم، هيستدعي له دكتور ايه، هيتعامل معاه ايه بالظبط، هل هو حالته خطيره لازم نتعامل معاها حالا immediate ولا ممكن يستنى معانا شويه، ولو هيستنى يستنى قد ايه، ولا يمشي خالص هو حالته مش محتاجه اي حاجه. مين اللي بيقوم بالعمليه ديت؟ هي الترياج روم. خلاص، في حد عنده اي مشكله في الكلمتين دول؟ تمام، يبقى ديت اول حاجه معانا كلمه ترياج. ده السيستم اللي هو يعتبر الاسينشال ستراكشر اللي بيتبنى عليه المستشفى كله، تمام؟ يبقى انت هتقف في المستشفى، لو فيكم حد ان شاء الله لما تستلموا التكليف، لو فيكم حد اتكلف في المستشفيات الكبيره، يعني مش في الوحدات الصحيه، لو هو بره الجامعه او في الجامعه اتكلف في المستشفيات الكبيره، بيبقى دايما في الحجره الرئيسيه اللي بتستقبل اول ما البيشنت يدخل المستشفى يقطع التذكره. اول حاجه بتقابله ايه؟ الترياج. خلاص، غرفه الترياج او غرفه الفرز، تمام؟ الغرفه ديت بتبقى مهمه جدا 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 زي ما احنا قلنا، ديت هي الاسينشال ستراكشر اللي بيتبنى عليها المستشفى كله. خلاص، طب ايه الهدف بتاع الترياج سيستم؟ يعني الهدف بتاعي ايه؟ الهدف بتاعك ان انت تضمن ان انت هتقدم الامرجنسي كير، الخدمة الصحية أو العناية الطارئة، على حسب إيه؟ كومنشريت، يعني وفقا ليه أو حسب ليه، ويز كلينيكال كرايتيريا، يعني على حسب المعطيات. البيشنت جاي لك هو عنده واحد اتنين تلاتة، بيعاني من واحد اتنين تلاتة، أنت كشفت عليه شفت فايتال ساينز واحد اتنين تلاتة، إن أنت تضمن بقى إن أنت تقدم له الإيه؟ تقدم له الخدمة الصحية المناسبة لإيه؟ لحالته. ده الترياج. خلاص؟ إيه كلمة ترياج معناها تو سورت، يعني يرتب، تمام؟ هتلاقوها متقالة عندكم في المحاضرة أو موجودة عندكم في الكتاب إنها تو ستارت. الحقيقة أنا دورت كويس يعني، وكويس أوي في كذا تيكست وفي كذا مرجع ومواقع كتير، هي مش معناها تو ستارت، يعني مش معناها نقطة البداية. كلمة ترياج المعنى الحرفي ليها تو سورت. تو سورت يعني إيه؟ يعني يرتب. خلاص، كده كده مش هتتسأل فيها، لكن يعني هو طالما بنقول معلومة نبقى احنا عارفين ايه المصدر بتاعها ونقولها صح. خلاص، طيب قال لك انها بدأت في ايام الحرب العالمية الاولى، انا ما يهمنيش الكلام ده خالص، تمام؟ ديت المفروض غرفة الترياج، بس طبعا مش في مصر، يعني مش هتشوف المنظر ده في مصر خالص، تمام؟ الا بقى في مستشفى زي السعودي، الالماني، السلام، الحاجات دي، لكن في العادي كده لا، انت ما بتشوفش المنظر ده، تمام؟ لكن المفروض غرفة الترياج غرفة الفرز، لو انت تتوقع كده المفروض يبقى فيها ايه؟ يعني مين الاشخاص اللي المفروض يكونوا موجودين فيها؟ لازم التمريض، والتمريض اللي موجود في غرفة الترياج ده بيكون من اشطر التمريض، لازم يبقى من اشطر التمريض لان بيبقى له دور،
وهنقول كمان شويه من بعض السيستمز اللي بنقسم فيها الترياج او اللي بنقسم بيها الترياج، ممكن التمريض هي اللي تتولى مسؤوليه الفرز اصلا مش الدكتور. يعني اللي يقول لك العيان ده محتاج كذا والعيان ده يروح لكذا والعيان ده يروح للدكتور كذا والعيان ده يتعمل له كذا، مين؟ التمريض اصلا. فلازم التمريض تكون ويل تريند. ويل تريند يعني مدربه، ايه؟ مدربه جيده. تمام. والموضوع ده مهم. ثانيا الدكتور، لازم في دكتور موجود في غرفه الايه؟ الترايش. خلاص. طيب يبقى ديت شكل غرفه الترايش، بتبقى غرفه متعدده. البيشنت هي الغرفه اللي بتستقبل البيشنت اول ايه؟ اول ما يدخل المستشفى. نفس الفكره هنا اهو، بس طبعا برضو الحاجات دي احنا يعني انا اشتغلت في مستشفيات كتير، انا ما شفتش الايه النظافه دي في غرفه الترياج قبل كده. ليه؟ لان غرفه الترياج دي في المستشفيات الكبيره، المستشفيات الكبيره دايما بيبقى عليها ايه؟ عليها ريت، ريت كبير جدا، فمستحيل تلاقيها بالهدوء والنظافه دي. تمام. طيب نفس الفكره طبعا، ده مستحيل يكون موجود فين؟ في مصر. يعني انا ما شفتش المنظر ده. ده لو كان ده حقيقه، يعني مش متصنع بالذكاء الاصطناعي وخلاص، لو كانت دي صوره حقيقيه يعني. تمام. ممكن يكون ده ايه يعني موديل كده ان هو عاوزين يعملوا زيه. ما علينا، المهم المفروض ان ديت الغرفه كل سرير بيبقى جنبه المونيتور عشان نشوف عليه طبعا فايتال داتا. دلوقتي انت لو هتقعد تقيس الضغط والساتوريشن والبالس وتشوف حاجات معينه كده ومعدل التنفس الريسبيراتوري ريت، لو قعدت تحسب كل ده بياخد معاك وقت. فالافضل ان انت يبقى عندك مونيتور، مونيتور جاهز، مونيتور شغال كويس، هو اللي يشوف لك الايه الفايتال داتا دي. تمام. طب ايه هي الفايتال داتا اللي انت المفروض تشوفها للعيان؟ يعني ايه الفايتالز اللي انت المفروض اي مريض او اي بيشنت عندك المفروض تشوفهم؟ ده مش موجود يعني مش موضوعنا او مش عندكم في تحت عنوان الترياج، بس مهم ان انت تبقى عارف. ايه اول حاجه دايما ببص عليها؟ البلس. ماشي. النبض الطبيعي كام؟ من 60 ل 100. ماشي. ده بالنسبه لنا نورمال. ايه نورمال رينج؟ تمام. اكتر من 100 يعتبر بالنسبه لنا تاكي ايه؟ تاكي كارديا. اقل من 60 يعتبر بالنسبه لنا ايه؟ برادي كارديا. في مشكله دي؟ تمام. بعد كده البلاد بريشر. بلاد بريشر الطبيعي بالنسبه لنا كام؟ سيستوليك على دايستوليك 120 80. خلاص. طبعا بقى بعد اعلى من كده يبقى دخلنا في الهايبرتنشن، اقل من كده يبقى دخلنا في الهايبوتنشن. مشكله الهايبوتنشن ان انت لو اقل من 90 على 60 العيان ده ممكن يكون شوكت. ممكن يكون ايه شوكت؟ يعني ايه شوكت؟ يعني عنده هايبو برفيوجن للتيشو، خصوصا الفايتال تيشو. تمام. ديت حاجه بالنسبه لنا خطيره جدا، بتصنف كاتيجوري ايه او الكاتيجوري واحد، اخطر حاجه ان هو يكون ايه شوكت، لازم هتتعامل معاه في لحظتها. تمام. فالرقم مهم 90 على 60. طيب ايه تاني؟ التمبريتشر. التمبريتشر الطبيعيه كام؟ 37. تمام. ازيد من كده يبقى هايبرثيرميا، اقل من كده يبقى هايبو ايه؟ هايبوثيرميا او في فيفر، واقل من كده يبقى هايبوثيرميا. خلاص. طيب ايه كمان؟ الاكسجين ساتوريشن مهم جدا، مهم جدا. انت لما تيجي تشتغل عيان لما تشوفه ممكن عين يبقى كويس بس الاكسجين ساتوريشن بتاعه قليل، انت تلحقه يكون عنده مشكله. تمام. عيان جاي مش قادر ياخد نفسه، ديزنيا، لازم تشوف الاكسجين ساتوريشن بتاعه كام. تمام. بنشوفه بطريقتين الاكسجين ساتوريشن، بنشوفه على المونيتور بالبالس اوكسيمتر اللي بيتحط، وبنشوفه كمان بالايه بالاي بي جي بالارتيريال بلاد جاز. عينه بناخدها منين؟ من الشرايين. خلاص. في حاجه ثانيه، في الراندوم بلاد شوجر، بس ده ما يعتبرش من الفايتالز لكن بيتقاس لازم في غرفه الايه الترياج. تمام. لو عيان جاي عندك بتشيست بين، تمام، بيتعمل له ايه؟ اي سي جي. خلاص. بيتعمل له رسم قلب. ديت تعتبر الحاجات المشهوره في الايه في الفايتالز المفروض حضرتك تبقى عارفها. فيها اي مشكله؟ تمام. طيب انا بقى الترياج ده، الترياج ده زي ما قلت لك، ليه الترياج؟ ليه الترياج هو اهم حاجه في المستشفى؟ تخيل معايا السيناريو كده. الترياج هو اول غرفه بيدخلها العيان، اهم غرفه، اخطر غرفه. ليه؟ الترياج لو مظبوط قاعد فيه ممرضه شاطره ودكتور شاطر، عارفين العيان من عندهم حالته ايه، عرفوا التشخيص وعرفوا يوصلوه للمكان بتاعه الصح، هتلاقي المستشفى كلها هاديه، مش هتلاقي فيه خناقات في المستشفى. مش هتلاقي مثلا دكتور الكارديو ودكتور الشيست ده قاعد يقول الحاله دي تبعك، لا، ويقول له لا ده الحاله دي تبعك انت. ليه؟ لان في واحد بتاع ايه
طوارئ شاطر عارف يوجه مين، عارف يوجهه. تمام؟ ما انتش هتلاقي العيان مثلا قاعد ما هوش عارف حالته ايه، ما هوش مفاهم العيان، فهو مش عارف يروح لمين. خلاص؟ هتلاقي دايما واصل للتشخيص بسرعه، عارف يعمل ريفير او يعمل العرض بتاعه، هيعرضه على كارديولوجي، هنا هيجيب له دكتور كارديولوجي، هيجيب له دكتور شيست، هيجيب له دكتور بطنه، هيجيب له دكتور نيورولوجي، يبقى عارف التشخيص. تمام؟ يبقى ده اول واحد العيان بيتعرض عليه، وبالتالي المكان ده مهم جدا جدا جدا. خلاص؟ وهي اللي بتحدد العيان ده هتعامل معاه immediately في اللحظه ديت ولا ممكن يتاخر. ايه؟ ممكن يتاخر شويه. طب بيفرق معايا ممكن يتاخر او ما يتاخرش دي؟ اه لا، هو دايما في المستشفيات الكبيره انت ما بتبقاش قاعد فاضي، يعني مش هو عيان واحد داخل لك كده وانت على رواقه تشوف، انت ممكن يدخل لك في اللحظه الواحده بالعشره بيشت بالريلاتيفز بتاعك، لو الامن بتاع المستشفى مش مسيطر. صح؟ فانت محتاج تعرف ايه بنظرتك انت كدكتور كده، ممكن تلاقي عيان مثلا كوماتوز مغمى عليه، يبقى ده هتقوم تجري عليه الايه الاول، سيب عيان اللي جاي بابدومينال بين، او العيان اللي جاي جاسترونترايتس، او جاي عنده بقف، او جاي يشتكي من حاجات. لا، عيان تاني مثلا جايب تشيست بين، سيفير اجونايزنج تشيست بين وسويتي وفومتنج، يبقى ده ممكن يكون داخل في ايه؟ في اسكيميا، ممكن يكون جاي له جلطه في القلب، يبقى ده يجري عليه في الاول. صح؟ يبقى انت بيبقى لك نظره، يبقى مهم جدا انت بتتعامل مع الحاله امتى، هو ده اهميه الترياج. خلاص؟ يبقى الترياج لو مظبوط المستشفى كلها ايه؟ المستشفى كلها هتلاقيها هاديه مظبوطه، هتلاقي المشاكل بتقل جدا، تلاقي حتى الريلاتيف اللي جاي عاوز يتخانق ويزعق، انت عارف طبيعه العيان المصري. تمام؟ هتلاقيه لا هادي خلاص، هو عارف هيتعمل له ايه وتقدم له الخدمه الصح وخلاص. تمام؟ طيب انا عندي بقى التولز اللي بتقسم بيها الترياج عندكم اربعه تولز. تمام؟ هندرس منهم احنا النهارده اتنين. تمام؟ وفي منهم واحده كمان اقول لكم عليها موجوده في مصر. تمام؟ في بعض المستشفيات بتشتغل فيها بيها. تمام؟ وخلاص. اول حاجه اسمها استراليان ترياج سكيل، تقسيم الترياج على حسب النظام الاسترالي، على حسب النظام الايه الاسترالي، وديت مستشفيات كتير شغاله بيها، منها حتى مستشفيات يعني التامين الصحي الشامل اللي هو الجديد ده شغال بالنظام الاسترالي ده. تمام؟ حتى مجمع الطبي في طنطا شغال بالنظام الاسترالي ده. خلاص؟ في عندك كمان كانديان ترياج اند اكيوتي سكيل. تمام؟ ده برضو في بعض المستشفيات شغاله بيه. تمام؟ هنقول طبعا احنا هندرس كل حاجه دلوقتي بالتفصيل. تمام؟ في عندك مانشستر ترياج سيستم، واخر حاجه عندك ايمرجنسي سيفيرتي اندكس، ده اللي معظم شغال فيه في مصر، ايمرجنسي سيفيرتي ايه اندكس. خلاص؟ يبقى دمت الاربعه تولز او الاربع تقسيمات، طبعا في تقسيمات ثانيه لكن ما تشغلوش بالكم بيهم، دمت الاهم الاربعه الاهم، لان الترياج بيتقسم على ايه. خلاص؟ يعني ايه بيتقسم على ايه؟ يعني كل مستشفى بتقسم الاستقبال عندها على حسب ايه. تمام؟ في كذا نظام، كل دوله لها نظام او كل حاجه لها نظام. خلاص؟ يبقى ده اللي معهوش الكتاب مش مشكله، بس ركز معايا وخلاص، انت مش هتحتاج اكتر منك تركز معايا، يعني حتى جايب لكم الزيادات بتاع المحاضرات، جايب لكم الاسئله اللي تتقال في السكاشن، فمش هتحتاجوا حاجه. خلاص؟ يبقى استراليان ترياج سكيل، كانديان وكنديان ومانشستر وايمرجنسي سيفيريتي اندكس، هندرس بالتفصيل استراليان والايمرجنسي سيفيريتي اندكس. خلاص؟ نخلي بالنا منهم كويس. تمام؟ لان السؤال هيفرق بقى لما يجي يجيب لك كيس ستادي ويقول لك كلاسيفاي ذيس بيشنت اكوردنج تو، اكوردنج تو ايه بقى؟ يا اما استراليان يا اما ايه؟ ايمرجنسي سيفيريتي اندكس، لان ده اللي عليكم. خلاص؟ طيب الاستراليان في الاول كده اقسم لك عندك البيشنت الخمسه كاتيجوري. خمسة ايه؟ كاتيجوري. وقال لك الكاتيجوري ديت كل واحدة فيهم هنديها لون، يعني مثلا الخطير قوي اللي لازم تتعامل معاه في الحال immediate، مثلا واحد جايب كاردياك اريست، خلاص هو اريست، انتوا عارفين يعني ايه اريست؟ اريست يعني ايه؟ يعني خلاص هبوط في عضلة القلب، وقف، وقفت عضلة القلب، وقفت عضلة القلب، وقفت دي يعني هو لا بيتنفس ولا ايه؟ ولا واعي، كوما. خلاص؟ يبقى مثلا ده ياخد لون احمر. تمام؟ ده المفروض بتتعامل معاه امتى؟ يعني تسيبه شويه؟ لازم تتعامل معاه ايه؟ اميديت. فبتتعامل معاه التريتمنت تايم بتاعك بيبقى ايه؟ اميديت. اميديت هتعمل له ايه يعني؟ سي بي ار على طول، هتعمل له ايه يعني؟ صح؟ يبقى هتعمل له ريسستيشن، سي بي ار على طول. يبقى ده السكيل ده او الكاتيجوري، كاتيجوري ايه؟ كاتيجوري 1. كاتيجوري 1 احنا هنشرح برده الكلام ده بالتفصيل كمان شويه، لكن احنا بناخد فكره عنه. بعد كده يبدا يقسم لك بقى، لا والله هو ممكن يستحمل 10 دقائق، يعني واحد مثلا جايب وجع في صدره،
تمام، ممكن يكون ايه، ممكن يكون جلطة في القلب. فهو انت العشر دقايق على ما تعمل له رسم قلب، على ما تسحب له انزيمات للقلب عشان تتاكد هي فعلا جلطه في القلب ولا لا، ال10 دقائق دول على ما تبدا تتعامل معاه. فيستحمل معاك، ممكن يستحمل معاك ايه، ان انت تاجله 10 دقائق. يعني لو جالك عيان بكاردياك بين او تشيست بين، وعيان تاني معاه كاردياك اريست او ريسبيراتوري اريست، خلاص فقد الوعي، هتتعامل مع مين؟ مع الاريست. ما هما الاثنين كريتيكال خلاص، لكن ده هتعامل معاه اولى. تمام، ده التاني. التالت بتعامل معاه في خلال نص ساعة، الرابع بتعامل معاه في خلال 60 دقيقة، في خلال ساعة. بعد كده الخامس ده نون ايرجنت اصلا، ما هوش خطر اصلا، ما فيش مشكلة اساسا لو قعد معاك شوية ساعات او مشيته اصلا ويجي يتابع في العيادة. واحد جاي لك مثلا بايه، بدور مثلا كف، يقول لك انا بكح بقالي كذا يوم، تمام، بيجي مثلا العيادات مش فاتحة بالليل وهو بيجي لك الاستقبال، خلاص فانت ماشي هتعمل له ايه، هتهديه شويه، ممكن تدي له حاجه توسع له الشعب الهوائيه شويه، تدي له حاجه تقلل له الكحه، ماشي. لكن لو ما خدهمش هيموت، هيجرى له حاجه. ما هو بيقول لك وانا بقالي ايه، انا بقالي ايام كده، ممكن بقاله اسابيع كده، خلاص يبقى ده نون ايرجنت خالص، ده ممكن تتعامل معاه في خلال ايه، في خلال ساعتين خلاص اخلص الحاجات الكريتيكال الايه اللي معايا. تمام، طيب بص بقى الاستراليان ترايجس كده احنا بنقسمه ازاي، وخلي بالك الالوان دي مهمه عشان هتتسال فيها. تمام، احنا بنقسمه وبنديله لون. تمام، ده الترايش كاتيجوري. كاتيجوري رقم واحد بياخد لون ايه؟ ريد. ده لازم تتعامل معاه ايه؟ 100% خطير، فلازم تتعامل معاه ايه؟ immediately life threatening، ده بيهدد الحياه في الحال، خلاص immediate life threatening، فلازم تتعامل معاه دلوقتي خلاص. زي مين مثلا؟ زي respiratory arrest، cardiac arrest، ماشي، واحد جاي لك كوماتوز، ماشي، فانت لازم تتعامل معاه دلوقتي. واحد مثلا جالك هايبوجلايسيميك كوما، فاقد الوعي بسبب ان السكر بتاعه خد جرعه الانسولين والسكر بتاعه ايه، والسكر بتاعه قل ففقد الوعي ويبقى داخل بيتشنج. تمام، خلي بالك بقى يجي اهميه الفيتالا والدكتور اللي فاهم هنا. لو انت داخل عليك عيان بيتشنج وفقد الوعي كده، اول دكتور يجي في بالك تعرضه عليه ايه؟ بيتشنج وفقد الوعي وجسمه متخشب، هات له دكتور العصبيه بسرعه، صح ولا مش صح؟ طب انت فيتالته، فالفيتالا مش تاخد معاك دقيقه، بتحطه على المونيتور، تمام، تشوف الفيتالز بتاعه وتقيس له السكر. تمام، بص تلاقي السكر بتاعه مثلا الراندوم بلاد شوجر بتاعه الطبيعي كام، الراندوم بلاد شوجر العشوائي ماشي 120 100، تمام، على حسب هو ايه يعني، واكل ولا مش واكل، مش مشكله احنا معانا لغايه 200، خلاص معانا لغايه 200 لو ما هو عشوائي، انا ما اعرفش هو واكل ولا مش واكل. تمام، طيب لو لقيته 20 30 يبقى ده هايبوجلايسيميك. ما ينفعش واحد يبقى ماشي كده يا جماعه سكره اقل من 60 55، تمام، ما ينفعش خلاص. فانت لما تلاقيه 30 20 يبقى ده هايبوجلايسيميك. اول ما تجيب محلول الجلوكوز وتدي له جلوكوز شوتس هتلاقيه فاقه بقى كويس، كويس جدا، يعني من الحاجات اللي بتجيب معاك ان انت تحس ان عيان خلاص بيموت واهله داخلين بيه بيموت، هيفوق في ساعتها ويبقى ايه، ويبقى كويس، ساحر بقى ولا ايه. تمام، فهي الفكره في ايه، الفكره ان انت دلوقتي خلاص فيتالت صح. تمام، مثلا ده زي ما قلنا ان هو الريد، واحد جايب كاردياك اريست وهتشتغل عليه سي بي ار. تمام، الحاله الثانيه imminently لايف threatening، يعني ايه، هي مش immediately بس imminently، يعني ايه، يعني معاك 10 دقايق خلاص 80% خطر. زي واحد مثلا جاي لك، دايما هتلاقي في الكاتيجوري دي اللي تعرفها قوي تشيست بين، وجع الايه، القلب، لان وجع القلب احتمال يكون ايه، جلطه، واحتمال يدخل في كاردياك اريست، خلي بالك، فهو احتمال. تمام، يدخل، فانت معاك 10 دقائق اللي هو يا دوب هتعمل ايه، زي ما قلت لك يا دوب هتعمل رسم القلب، تسحب له التحاليل، تمام، وتبدا تتعامل معاه. وانت بتعمل حاجة بندي ادويه زي ما احنا هنعرف بعد كده واحنا بنتكلم على الكاردياك ايمرجنسي. تمام، بنديه ادويه معينه هبقول لكم عليها. طب بعد كده الثالثه، طبعا التاني ياخد لون ايه، اورنج، ماشي، اورنج. التالت بياخد لون جرين، الجرين ده بوتنشلي لايف ثريتنج، يعني ممكن يبقى ايه، يبقى خطر وممكن ما يبقاش. تمام، بوتنشلي لايف ثريتنج خلاص، ده ممكن اتاخر معاه واتعامل معاه في خلال ايه، في خلال نص ساعه، الريسك بتاعه بيبقى 75%. تمام، طيب بعد كده رقم أربعة، ده بوتنشلي سيريس، ده ممكن تأخره لساعة. هديكم أمثلة على كل الحاجات دي، ممكن تأخره لساعة
مفيش مشكلة مش هيحصل معاه حاجة، الريسك بتاعه بيبقى 70%. خلاص الخمسة ديت ليس ايرجنت. ليس ايرجنت يعني ايه؟ واحد زي ما قلت لك حالات العيادات، واحد جاي لك زور وجعه، سور ثروت، بطن وجعي، كل حاجه وبطن وجعي، تمام، إيه والفيتالز بتاعته بقى كلها كويسه، تمام، وهنا الفيتالز كلها كويسه، يعني لما تيجي تشوف البالس، البلاد بريشر، التمبريتشر، الحاجات دي مهم، هتلاقيها كلها ايه، كلها تمام معاك، ما فيش فيها اي مشكله. خلاص طيب، في حد عنده مشكله في التقسيمه دي والوقت فيهم اللي بنتعامل معاه؟ ده الاستراليان. الاستراليان فيه اي مشكله معاكم؟ تبقى عرفت بنقسم العيان ازاي، تمام. مثلا لو دخلت المستشفى هتلاقي اوضه اسمها الترياج، اوضه اسمها ايه؟ الترياج، وبعدين بعد كده اوضه كده مكتوب عليها الترياج اللي هو اوضه الفرز، خلاص دي قاعد فيها دكتور. بعد كده هتلاقي في الاستقبال اوضه تانية، الاوضه ديت مكتوب عليها الريد زون، مكتوب عليها ايه؟ ريد زون. ريد زون اللي هي الايه؟ اللي هي عارفين بيقولوا عليها في المستشفيات اوضه الرصاص، اوضه الرصاص، تمام، ما هي دي الريد زون اللي هي تساوي عنايه الاستقبال، تساوي ايه؟ عنايه الاستقبال. خلاص لو في اي حالات ارستد اي حاجه نقوم داخلين الاوضه دي. عندك في الاوضه اللي بعد كده اللي هي اوضه الاورنج زون، اورنج زون اللي هي حالات ايه؟ الخطيره، تمام، اللي ممكن تبقى ايه؟ ممكن تارست في اي وقت او ممكن تقلب بكومبليكيشن في اي وقت، تمام، هاجلها بس مش ايه؟ هشتغل معاها على طول، بس لو معايا حاله تانيه قبلها خلاص، تمام، زي مثلا زي ما قلت لك الاورنج ده برده ممكن حاجات اللي هي تشيست بين ولا حاجه، تمام. طب بعد كده الجرين زون، جرين زون اللي هي ايه؟ واحد عيان بقى ضغطه قليل فانت هتعلق له محلول، تمام، عيان إيه مثلا جاي لك برينال كوليك، تمام، رينال كوليك إيه مغص، تمام، ومعاه بين فانت هتعلق له الحاجه وتدي له الانالجيسيك بتاعه. خلاص ده عيان هتحطه فين؟ ولا هتحطه في الريد ولا هتحطه في الاورنج، هتحطه فين؟ في الجرين، تمام، وزيه بيبقى بعد كده بعده الايه؟ البلو، البلو اللي هو الجريد رقم 4. في الاخر خالص العيان الوايت ده ممكن يمشي اصلا وممكن تخليه ما تتعاملش معاه بسرعه، تمام. الاوض دايما المشهوره يعني هنا مستشفى التامين، هنا هتلاقي في اوضه ريد اللي هي واوضه اورنج واوضه جرين زون واوضه الترياج. خلاص طبعا احنا هناخد امثله بس عن كل حاجه عشان ايه؟ عشان لما يجي لك الكيس ستادي ونتدرب عليها بعد كده تبقى انت عارف انت بترميها على انهي زون بسرعه، لان ده بيبقى مهم، تمام. خلي بالك الترياج انت ممكن ما تتسالش فيه نصا، انت ممكن السؤال يجيب لك كيس ستادي اخر السنه، كيس ستادي واول سؤال فيه كالسيفاي ذيس بيشنت اكوردنج تو ايه؟ استراليان مثلا او اكوردنج تو الاندكس اللي احنا هنقوله كمان شويه. خلاص طيب، يبقى اول حاجه عندك الكاتيجوري 1 بياخد لون ايه؟ ريد. ده لازم تشوفه امتى؟ immediately في الحال life threatening. زي ايه بقى؟ cardiac respiratory arrest، تمام، واحد جاي لك ال A، احنا خلي بالك بنقسمهم مين لي برضه على حسب ال A B C D E، عارفين ال A B C D E؟ ال airway breathing circulation. خلاص فانت لقيت ال airway مقفول، لقيته ما بيتنفسش، ال airway مفتوح بس هو ما بيتنفسش، او فتحت ال airway لقيته ما بيتنفسش، تمام، لقيت مفيش سيركيوليشن، عضله القلب واقفه، ما هو ده الاريست او الشوك. عيان شوك دي يعني ايه؟ عنده هايبو برفيوجن للتشو، فتلاقيه دايخ، تقيس ضغطه ما تسمعوش، يسموه ان ريكوردد بلاد بريشر، تمام، تيجي تحس البلس ما اناش حاسس بلس في الراديال او في الكاروتيد، تمام، لو في الكاروتيد ما انتش حاسس بلس ده معناه ان انت هتشتغل على السي بي ار. طب في هنا في الراديال ما هوش حاسس، ما انتش حاسس بلس وهو دايخ كده شويه، هو بلسلس، فده يبقى عيان برضو ايه؟ عيان شوكت، تمام، عيان جاي معدل النفس بتاعه 40، هو الطبيعي لغايه 20، عيان جاي تكبنك معدل النفس بتاعه 40، خطير، تمام. يبقى كل ديت الحاجات اللي هي ايه؟ حاجات واخد مثلا حقن اوفر دوز مثلا من عنده توكسيستي من اي حاجه، واخد منها اي في اوفر دوز، خلاص بيتصرف تصرفات غريبه، تمام، بيزار شيب مانيا مثلا، خلاص كل الحاجات دي بتبقى خطيره. مهم برضو معلومة الجلاسكو كوما سكيل، عارفين يعني ايه جلاسكو كوما سكيل؟ جلاسكو كوما سكيل يعني ايه؟ جلاسكو كوما سكيل هو سكيل، تمام، بنقيس بيه ايه؟ بنقيس بيه معدل الوعي بتاعه، خلاص، وده بيبقى مهم بالنسبة لي في اجراءات كتير جدا بعملها في المستشفى وفي تقييم العيان، خلاص، بيعتمد على معدل الوعي بتاعه، الكلام، حركة العين،
خلاص بيتفاعل معاك ولا ما بيتفاعلش معاك. الجلاسكوما سكيل ده من كام؟ يعني العيان الكويس ده بياخد كام في السكيل ده؟ 15 من 15. تمام؟ فلو جاب لك كيس ستادي وهو 15 من 15 خلاص ده كويس. طب الريد دي لو لقيته اقل من كام يدخل الريد؟ 8. على كتابكو 8. لو لقيته اقل من 8 يدخل ايه؟ يدخل معانا الريد. خلاص؟ طب من 8 ل 12، يعني انت جيت شفت السكيل بتاع الجلاس كوما سكيل بتاعه ولقيته من 8 ل 12 هيدخل انهي زون؟ الاورنج زون. خلاص؟ اورنج زون ده ممكن يبقى فيها عيان الاسترايدر الاختناق. تمام؟ عيان الستروك ممكن تدخله ريد او تدخله اورنج. تمام؟ لكن عيان الستروك الجلاسكو كوما سكيل اقل من 12 او من 8 لكام؟ ل 12 زي ما احنا قلنا. خلاص؟ طيب تشيست بين زي ما احنا قلنا، بص موضوع تشيست بين ده عاوزك تعرفه دايما ان هو تبع الاورنج، لان ده من اشهر الامثله على الاورنج، ولو حب يجيب حاجه في الاورنج اول حاجه تيجي في باله مين؟ تشيست بين عيان الام اي. تمام؟ المايوكارديال انفاركشن. خلاص؟ بعد كده الكاتيجوري الثالث هو كاتيجوري الايه؟ الجرين. ده بتعامل معاه في خلال قد ايه؟ في خلال نص ساعة. ده بوتنشال لايف ثريتنينج، يعني ممكن يبقى خطر. تمام؟ زي ايه؟ عيان مثلا جاي بيرجع كتير، او انت شايفه عنده ساينز للديهايدريشن. تمام؟ ممكن في اي في اي لحظة يدخل في ايه؟ في شوك. تمام؟ فتتعامل معاه بعد كده معاملة الايه؟ معاملة الاورنج او معاملة الريد بعد كده. عيان مخبوط على دماغه معاه هيد انجري، ليمب انجري في حادثة مثلا، كل الكلام ده. طيب بيتشنج، ماشي؟ كل الكلام. الكاتيجوري اللي بعد كده تتعامل معاه في خلال ساعة. زي ايه؟ وعيان مثلا اتخبط وبينزف نزيف بسيط، او معاه مثلا تروما معينة في مكان معين، ماشي؟ عيان مثلا معاه زي ما قلت لك مثلا رينال كوليك، معاه وجع وجاي بيتلوى رينال كوليك، بس انت عارف ان هو ايه؟ مجرد ما ياخد المحلول بتاعه، تمام، اللي عليه المسكنات والسبازمو والحاجات اللي هي بتوسع تعمل دايلاتيشن شويه والحاجات دي هيهدى وهيبقى كويس. خلاص؟ بعد كده الكاتيجوري اللي هو البلو قلناه. إيه بعد كده الكاتيجوري رقم 5 اللي هو الوايت. الوايت ده الحاجات اللي هي بقى بسيطه. تمام؟ زي ايه؟ قلنا واحد جاي مثلا حاجات بسيطه بقى، واحد جاي مثلا بيكح، واحد جاي مثلا بطنه وجعاه لسبب تافه كالحاجة مثلا، واحد جاي مع سور ثروت. خلاص؟ اي حاجه من الحاجات دي. طبعا الحالات دي انت لو 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 متاح ليك ان انت تتعامل معاها في الطوارئ اتعامل. خلاص؟ عايز تجيبه العياده، خلاص انت شايف ان هو حالته تيجي العياده عشان انت تعرف تتعامل مع الحالات السيريوس اللي معاك، مفيش مشكله. خلاص؟ حد عنده مشكله؟ انا عاوز بس الكام كيس ستادي دول نعرفهم، ونعرف يعني لما نقراهم according to Australian scale يجي في دماغنا ايه. اول عيان عندك 20 سنة، تمام، مريضة عندها 20 سنة جات الـ emergency department complaining of difficulty noisy breathing. difficulty ايه؟ noisy breathing. تمام؟ يعني مش قادرة تاخد نفسها. خلاص؟ ونفسها مكتوم بيطلع صوت، ده معناه ان فيها برونكو ايه؟ برونكو constriction. tight chest، صدرها قافل عليها، مخنوقة. after receiving antibiotic injection. الست دي حصل لها ايه؟ خدت حقنه مضاد حيوي، حصل لها انافيلاكتيك حساسيه. طيب تعالى باي اكزامينيشن كان عندها سترايدر اختناق، حصل لها سويلنج ليمب سويلنج ريدنس، وكانت فولي كونشس. طب اخبار الفايتالز بتاعها ايه؟ بلاد بريشر 80 50، انا قلت لك اقل من 90 على 60 ديت تبقى ايه؟ تعتبر شوك. هارت ريت تلاقي تاكيكارديا 115، ريسبيراتوري ريت تاكيبنيا 30. خلي بالك اهم علامه من علامات الشوك هي ايه؟ تاكي كارديا، اهم من الضغط. اهم علامه من علامات الشوك هي ايه؟ التاكي كارديا. خلاص؟ يبقى هي شوكت، شوكت يبقى ديت شوك. انا عرفت انها شوك، ممكن تكون حساسيه بس مش شوكت. لا، انا عرفت انها شوك منين؟ من الفايتلز، ومعاها انافيلاكسس، يبقى ديت انافيلاكتيك شوك. طب الشوك تتصنف تبع انهي تصنيف؟ الريد. صح؟ حد عنده مشكله في ده؟ تمام. كيس رقم 2، 60 اولد ميل نون تو بي هيباتيك. هيباتيك يعني ايه؟ عيان كبد ويز بريفيوس اي سي يو ادميشن، دخل العنايه قبل كده. ديو تو هيباتيك كوما بريزنتد تو ايمرجنسي روم، جاي بهيباتيك انكفالوباسي. هيباتيك كوما اللي هي الهيباتيك ايه؟ انكفالوباسي. تمام؟ دو ايمرجنسي روم باي جرادوال دي سي ال، دي سي ال ديت اللي هي ديستربت كونشس ليفل. تمام؟ وعيه مش مظبوط.
خلاص مش عارف هو فين، مش عارف اللي حواليه، نسأله انت الصبح ولا بالليل، مش عارف يجاوب الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. الاكزامينيشن البلاد بريشر كان 110 ايه 40، الهارت ريت كان 80، ريسبيراتوري ريت 23، اكسجين ساتوريشن اون روم اير يعني معدل الاكسجين بتاعه او الاكسجين بتاعه كام 95%، والجلاس كوما سكيل كام 14. تمام، جلاس كوما سكيل 14 ده يبقى ايه؟ جرين. تمام، ده عيان هيباتيك كوما او هيباتيك انكفالوباسي، وجريد لسه مش جريد زياده، هي جريد، هي الهيباتيك انكفالوباسي جريدز على فكره. تمام، جريد واحد ولا حاجه. تمام، وهيجي له كده دكتور البطنه ويتعامل معاه، ممكن يتحجز في البطنه، فهو عيان احنا عارفين بنعمل معاه ايه، مش خطر بالنسبه لنا، ممكن يتاخر شويه لنص ساعه، مش لازم اتعامل معاه ايه ميدل. طبعا هو لو ما فيش غيره عندي في الاستقبال ما انا هتعامل معاه، يعني هسيبه نص ساعه ليه؟ انتوا فاهمين احنا ليه امتى الوقت ده؟ الوقت ده عشان لو انت عندك ايه، خلاص لو انت عندك كذا بيشنت، فمحتاج ان انت كدكتور تبقى عارف ايه الاول عندك، بدل ما تبقى واقف ايه تايه. تمام، الكيس رقم 3، 55 year old male known to be cardiac with history of PCI. PCR اللي هي ايه؟ اللي هو عمل قسطره قبل كده. تمام، عمل قسطره في القلب. اكتب لك بين قوسين اهو IHD، ده ischemic heart disease، يعني معروف ان هو ischemic. خلاص ماشي على ادويه للاسكيميا. Presented to emergency room by chest pain, dyspnea. خير، احنا بنتكلم النهارده عن اول موضوع في الامرجنسي، موضوع اسمه الترياج. الترياج ديت بتبقى حجره الفرز الرئيسيه. تمام، حجره الفرز الرئيسيه اللي احنا بنفرز منها البيشنت، بنعمل كده ليه؟ الترياج ده بيبقى يفرق معانا ايه؟ عشان نعرف مين البيشنت اللي لازم نتعامل معاه immediately، ومين البيشنت اللي ممكن يقعد معانا شويه لو احنا عندنا زحمه فين؟ في المستشفى او في بيشنت كتير داخلين علينا. خلاص ده ببساطه بنشرح اول حاجه، او شرحنا اول حاجه، اول نظام في تقسيم الترياج، نظام اسمه استراليان، نظام الاسترالي السكيل. خلاص، وهنشرح النظام اللي بعده على طول. شوفوا احنا قلنا ده 55 year old male known to be cardiac with history of PCI، عمل قسطره، جاي بيشتكي بتشيست بين وديزنيا. تشيست بين وديزنيا، وجع في القلب وديزنيا، يعني مش قادر ياخد ايه، ياخد نفسه، وهو فولي كونشس. طب الفيتالز بتاعه ايه؟ بلاد بريشر 110/40. تمام، الهارت ريت 100، ريسبيراتوري ريت تكبنك شويه. تمام، اوتو ساتوريشن 92 على الروم اير، يعني 92 ده بوردر لاين بالنسبه لنا، يعني ما يقلقنيش قوي. هو النورمال معاك ان هو يبقى كام؟ من 94 95، لكن 92 اكسبتد، مش يعني 92 بالنسبه لي ممكن ما احطوش على الاكسجين. خلاص، ممكن احطه ما فيش مشكله، يعني عملت الحاجتين ما فيش مشكله، لكن لو عين مثلا معايا 96 لا احطه ليه؟ طب عين جاي لي مثلا 90 او 88 او 85 لازم احطه على الاكسجين. خلاص، chest fine bilateral basal crepitation. مين يعرف يقول لي الكلمه ديت معناها ايه؟ يعني انا الكلمه ديت لما الاقيها كده استفدت منها ايه لما اقول chest fine bilateral basal crepitation؟ تدل ميه على الرئتين، يعني ايه؟ بلمونري اديما. استفدت منها ايه؟ كونجيشن. فعرفت ايه لما عرفت ان في كونجيشن؟ دخل في هارت فيلير. يبقى انا علامه من، مش هارت فيلير، او علامه من علامات ايه؟ ان هو بدا، يبقى احنا بنسميها كده البيشنت ده بدا يفالير. خلاص، يبقى بدا يحصل كومبليكيشن كمان من الايه؟ من الاسكيميا اللي عنده دي. خلاص، طبعا انا بعرف ان في كريبيتيشن ازاي؟ بالسماعه، بسمع صوت كراكلز كده. تمام، صوت خروشه كده. خلاص، الفاين كريبيتيشن دي من الحاجات اللي هتضايقكم في اول شغلكم، وهتحسوا ان انتوا ما انتوش سامعين حاجه. يقول لك حد جنبك يقول لك انا سامع فاين كريبيتيشن، وانت فين فاين كريبيتيشن دي؟ تمام، هي بتبقى خروشه بسيطه كده. الكورس كريبيتيشن اللي هو انت البقلاله اللي هم بيقول لك عليها دي، انت انا بسمعها والعيان واقف قدامي، يعني مش شرط احط السماعه على ايه؟ انا بسمعها لو قربت ودنك من نفسه كده بتلاقي تسمعه هو قدامك. وغالبا العين اللي بيجي لك بكورس كريبيتيشن ده بقى جاي لك سويتي مش قادر ياخد نفسه، هو بيقول لك كده انا بتخنق انا بموت. تمام، طيب يبقى احنا عرفنا دي، ديت تصنف ايه بقى؟ انا قلت لك الشيست بين دايما يعني المفروض خلاص ما تفكرش. الشيست بين ديت تصنف تبع انهي سكيل؟ الاورنج. خلاص، يبقى الاورنج زون، يبقى ده يتحط فين؟ في الاورنج زون، لانه بوتنشالي ممكن يبقى خطر وممكن يدخل في كاردياك اريست في اي وقت. صح ولا مش صح؟ تمام،
اخر واحده قبل ما ندخل في السكيل اللي بعد كده. A 21-year-old male presented to emergency department by abdominal pain, vomiting. جايب وجع في بطنه ايه؟ وترجيع. One time since yesterday after having lunch. هو رجع ايه؟ مرة واحدة. تفرق معايا رجع مرة واحدة دي ولا كذا مرة؟ تفرق معايا. لان هو لو رجع كتير انا بخاف لو هو يكون ايه شوكد او يكون ايه داخل في dehydration. ولو رجع كتير مع وجع في البطن ولقيت rigidity هتاخدوها في الجراحة اخاف لا يكون عنده IO intestinal obstruction ان الامعاء عنده تكون ايه مسدودة. فكل كلمة في الكيس ستادي ما بيبقوش حاطينها كده تمام. After having a lunch خلاص هو كل اكلة بطنه وجعته ورجع. ده الصورة النمطية لمين؟ للgastroenteritis تمام outside. بعد كده عملت له examination كلها انتوا شايفين فيها حاجة. blood pressure 120-80 heart rate 75 الاوتو ساتوريشن 98%. كلمه ار اي ديت لما تقراها دايما يعني على الروم اير يعني الاكسجين ساتوريشن في دمه وهو قاعد كده في الغرفه الطبيعيه 98%. يعني ما تقسلوش الاكسجين ساتوريشن وانت حاطه على الاكسجين انتوا فاهمين. كلمه بي اي 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 ديت معناها بايلاترال اير انتري. بايلاترال ايكوال اير انتري يعني لما تحط السماعه على ناحيتين الشست بتاعه تسمع نفس الايه نفس الحاجة. الاير انتري على الناحيتين نفسه هو ما فيهوش مشكلة. خلاص ده كده تصنفه ايه؟ وايت عادي تمام. وايت انت ممكن اصلا ده عنده ايه ده؟ جاسترو انترايتس نازلة معوية. خلاص نازلة معوية ده انا ممكن اعمل له حاجات عندي في الطوارئ لو هو جاي لي ايه ضغطه قليل تمام. النازلة معوية ده عايز مطهرات معوية تمام. ده حالة عيادة عايزين ممكن مثلا يمشي على فلاجيل ولا حاجة. خلاص وفي احيانا كمان دكاتره تقول لك لا بلاش. خلاص خصوصا ان هو ما قالكش ان هو فيفرش مثلا. خلاص ما قالكش ان هو عنده اي مشكله غير شويه وجع في البطن ورجع ايه هي مره واحده وخلاص غالبا الحاجه اللي خدها مرجعها وخلاص وخلص. في حد عنده مشكله تمام. يبقى ده كان اول حاجه معانا. ده اللي هو كنديان اللي هو كندا تمام. ما يهمنيش في حاجه ومش عليكم اصلا تمام. بس بيقسموها برضو الوان كده. انا مش عاوزك تحفظ الوانها عشان ما تتلخبطش لان انا عندي هما حاجتين الالوان فيهم مهمين تمام. قلنا واحده اللي هو الاستراليان وهنقول كمان شويه واحده. بعد كده بقى emergency severity index. الemergency severity index ده معظم المستشفيات شغاله بيه في مصر فهو بالنسبه لي مهم جدا 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 وتركزوا فيه. خلاص emergency severity index ده simplest ابسط من الاستراليان. خلاص هو الابسط. تركزوا في الحاجات اللي انا هقول لكم عليها عشان ممكن تجي لكم في الام سي كيو. هو الابسط هو الاسهل. بيتقسم لكام ليفل؟ 5 ليفل الجوريزم. خلاص هو خلي بالك الاستراليان كان بيتقسم لكام؟ ل 5 برضه بس ده يعني في شغل شويه الليفلز بتاعته فيها فهم شويه تمام. طيب بقسم على حسب ايه؟ بتقسم على حسب البيشنت اكيوتي حالة البيشنت ويقدر يستحمل معاك ولا ما يستحملش حدية المرض معاه يعني تمام او اللي جاي بيه. وحاجة تانية الريسورسز نيد. عارفين يعني ايه ريسورسز؟ يعني انت هتحتاج تعمل له ايه؟ اشعاعات تحاليل تدخلات تعلق له حاجة معينة هتعمل له حاجة معينة تعمل له رسم قلب اللي هو الشغل اللي هيتم عليه هو الريسورسز اللي هو ايه هتشتغل له ايه هتطلب له ايه هو ديت الريسورسز. يبقى بيتقسمه على حسب ايه patient equity and ايه الريسورسز الاحتياجات اللي انت عاوز تعملها له عشان ايه عشان تشخص المرض ده. حد عنده مشكله؟ يبقى تاني ديت حاجه اسمها emergency severity index مهم. خلاص طيب emergency severity index قلنا هو ده سيمبل تو يوز بستخدم 5 ليفل ترياج الجوريزم. خلاص بيشنت اكيوتي اند ريسورسز نيد. خلاص طيب البيشنت ده ترياج نيرس اسيس. فاكرين لما قلت لكم في الاول ان الويل تريند نيرس ممكن تقعد لوحدها في الترياج وهي لوحدها تقسم تمام. في السيستم ده ممكن يسيبوا الترياج للويل تريند نيرس بس انها تفرز في الاول بعد كده تقوم مدخله للدكتور. يبقى في دكتور في الترياج برضو بس ان هو حالته يدخل الترياج اصلا لان في حاجات مثلا واحد جاي ارست هدخله الترياج ده بيقوم داخل على ايه على طول على الرصاص تمام او الريدزو فاهمين دي. فهي بس ايه ماشي خلاص هي حتى لو هي ما عرفتش فهي هتدخله للدكتور بتاع الايه ترايش تمام. طيب والله لو هو عنده هاي ميت اكيوتي ليفل كرايتيريا تمام ممكن يبقى ليفل 1 و2
تمام. لو غير كده ده الجملة دي تسيبوها، نشرحها بالتفصيل حالا على الالجوريزم عشان بس تفهمه. طيب intended for use by nurse، طب اي نيرس يعني اي ممرضه، يعني ممرضه متعينه جديد مثلا قاعده في الترياج؟ لا، الترياج ده زي ما قلت لكم اخطر مكان فين؟ اخطر مكان في المستشفى. شايف بيقول لك ايه؟ with triage experience، لازم يكون عندها خبره. وايه كمان؟ those who have attended a separate comprehensive triage educational program، لازم تكون حضرت زي ايه؟ دوره تاهيليه او برنامج تاهيلي ان هو يدربها انها تقدر تقعد فين، تقدر تقعد في الترياج وتقدر تصنف الايه الحالات. خلاص طيب، يبقى ده الامرجنسي سيفيرتي اندكس. حد عنده مشكله فيه؟ يبقى مين اول حد البيشنت بيقابله في الامرجنسي سيفيرتي اندكس؟ الويل تريند نيرس. خلاص طيب، طيب الويل تريند نيرس دي، او انا كدكتور المفروض اسال نفسي كام سؤال هنا عشان اقدر اعرف انا هودي العيان فين، او انا هعمل معاه ايه، او محتاجة اتدخل معاه امتى. خلي بالك هي في النهاية لفة، ونفس فكرة الاستراليا في الاخر تقسيمة برضو، مين فيهم اهم لازم اشتغل معاه دلوقتي ومين فيهم اتأخر، وتقريبا نفس التايم بنفس الاوقات بالظبط، تمام، بس هي فكرة مختلفة. خلاص هسأل نفسي هل البيشنت ده محتاج immediate life threatening intervention؟ طب ما هناك في الاستراليا كان البيشنت اللي محتاج immediate life threatening ده كان بيدخل اوضه الايه، اوضه الريد اللي هي الريسس، نفس الفكره. هل هو محتاج ده؟ هل هو كاردياك اريست؟ هل هو ريسبيراتوري اريست؟ لو هو محتاج هيدخل ايه؟ نفس الفكره الريد. خلاص طيب، رقم اتنين، هل البيشنت ده يقدر يستنى؟ خلاص هو مش محتاج دلوقتي اميديت انترفينشن. طيب هل هو باللي عنده ده يقدر يستنى ولا ما يقدرش يستنى؟ طب يقدر يستنى ولا ما يقدرش يستنى بناء على ايه؟ بناء على ثلاث حاجات هقولها لكم، تمام. بيقدر يستنى ولا ما يقدرش يستنى بناء على ثلاث حاجات هقولها لكم، منها مثلا الوجع عنده شديد قوي ولا قليل. خلاص طيب، بعد كده how many resources will the patient need؟ احنا قلنا resources يعني ايه؟ الشغل اللي انت هتعمله عليه، تحاليل، اشعه، خلاص، رسم قلب. هل هو محتاج قد ايه؟ how many، محتاج حاجه واحده هتتعمل ولا حاجتين ولا ميني كذا حاجه هتتعمل ولا مش محتاج خالص، تمام. اخر حاجه what are the patient vital sign، الفيتالة بتاعته ايه بقى، تمام. كل ده الاسئله دي، خلي بالكم الاربع اسئله دول ممكن يجوا، اللي هو ازاي حضرتك بتصنف في الايه بالظبط، في السيفيرتي اندكس. خلاص فور ديسيجن بوينت بتحدد عليهم الايه، الاندكس، السيفيرتي اندكس بتاعتك، الالجوريزم، وتبدا تطبق عليه. خلاص حد عنده مشكله؟ تمام، تعال نفهم بقى. ده الالجوريزم قدامك، هي الرسمه دي، دي الالجوريزم، تمام. انا جاي لي بيشنت اهو، تعال نسال اسئله، هنسالها ونمشي مع اجابه السؤال بيس، ونمشي مع اجابه السؤال بنو، ونشوف هنودي كل بيشنت فين. خلاص في اوضه الترايج، اول حاجه عندك بيشنت رقم ايه، بيشنت رقم ايه جاي لك ريكواير ايميديت لايف سيفنج انترفينشن، مثلا عيان بكاردياك اريست، هو محتاج ايميديت سيفنج لايف سيفنج ولا مش محتاج؟ محتاج، يبقى يس ولا مش يس؟ يبقى يس. يبقى ده كاتيجوري رقم كام؟ كاتيجوري رقم واحد. مش احنا قلنا ان احنا بنقسمها 5 ليفلز؟ الفايف ليفلز اول ليفل فيه ايه؟ اللي هو محتاج ايميديت ايه؟ انترفينشن، اللي هو كان بيساوي الريد هناك. خلاص؟ طب مش محتاج نو هننزل للبيشنت رقم بي، اللي احنا قلنا ايه؟ يقدر يستنى ولا ما يقدرش؟ مش احنا قلنا السؤال التاني اللي هنساله نفسنا يقدر يستنى ولا ما يقدرش يستنى؟ طيب البيشنت يقدر يستنى ولا ما يقدرش يستنى بناء على ايه؟ على ثلاث اسئله لازم تجاوب عليهم. اول سؤال، هل هو في هاي ريسك سيتويشن؟ يعني هل هو مثلا جايب وجع في صدره؟ وجع في صدره وهو اصلا مريض قلب، يبقى ده احتمال ان هو يكون جايب ايه؟ بجلطه جديده متكونه، ده هاي ريسك ولا مش هاي ريسك؟ هاي ريسك. لو هاي ريسك يس يبقى ياخد كام؟ اتنين. او السؤال التاني، طب هو مش هاي ريسك، هل هو جاي كونفيوزد دايخ؟ او ديس اورينتد مش واعي باللي حواليه خالص، بتساله ما يردش ما هوش عارف هو فين، او ليثارجيك، ليثارجيك يعني سليبي نايم، تمام، ما هوش واعي حوالينا، هو بيتنفس الهارت بتاعه شغال وفي بالص، لكن هو مش معاك، تمام. بعض العيانين بيبقوا جايين عارفين سنورنج بيشخر، تمام، هو اكيد مش نايم، هو سليبي ده مش معناه ان هو نايم، ما انت لو نايم عملت له كده هيعمل ايه؟ هيصحى، لكن ده ما فيش رياكشن معاك،
تمام. هو اي نعم مش في الريست، لكن ممكن في اي وقت يدخل في ايه، في الريست. خلاص طيب. سيفير بين او ديسترس، هل معاه الم؟ طب الالم ده اخباره ايه؟ سيفير بين شديد. تمام، تجاوب على الاسئله دي. لو جاوبت على الثلاث اسئله دي وطلع يس، يبقى البيشنت ده يقدر يستنى ولا ما يقدرش يستنى؟ ما يقدرش يستنى. خلاص، طالما ما قدرش يستنى يبقى نديله كاتيجوري كام؟ 2، وهتشتغل معاه على طول، على طول اللي في خلال 10 دقايق. تمام؟ طيب، بعد كده احنا قلنا بعد كده السؤال رقم 3 هنقسمه ناحيه الايه؟ الريسورسز. خلاص، ان انا الحاجات اللي محتاج اعملها له، الشغل اللي هو محتاجها، الريسورسز. الريسورسز هاو ميني ديفرنت ريسورسز ار نيدد؟ هو محتاج ايه؟ محتاج مثلا تحاليل كامله واشعه مثلا او سونار، ولا مش محتاج حاجه خالص؟ تمام، لو هو مش محتاج حاجه خالص، يعني بيشنت انت ما هوش لايف ثريتنج ويقدر يستنى، ما عندوش اي السؤال من السؤال اللي فوق، ومش محتاج اي حاجه تعملها معاه، بالبيشنت ده غالبا اصلا مش هيقعد معاك، هيمشي. تمام، يبقى ده بيشنت جريد كام، او تديله ليفل كام؟ 5، اللي هو كان بيساوي الوايت هناك، اللي هو كان بيساوي الوايت في الايه، في الاستراليا. خلاص، حد عنده مشكله؟ تمام. طيب تعالى بقى، لا محتاج ايه؟ محتاج تحليل مثلا، يعني هتعمل له مثلا سي بي سي، حد دايخ مثلا، فانت عاوز تشوف مثلا عنده انيميا مثلا ولا حاجه، هتعمل له سي بي سي. تمام، هتعمل له يورين سامبل، ماشي. خلاص، هيحتاج تحليل واحد، يبقى ده تديله ليفل كام؟ 4. هيحتاج سونار مثلا على البطن، هيحتاج سي تي مثلا على المخ، حاجه واحده هتعملها، يبقى ده ليفل كام؟ 4. تمام، طب لا هيحتاج اكتر من حاجه، هيحتاج اكتر من حاجه. تمام، يبقى ده تسأل نفسك السؤال الرابع بقى. فاكرين السؤال الرابع كان ايه بعد الريسورسز؟ الفايتال ساينز. تسأل نفسك الفايتال ساينز اخبارها ايه. قسموا الفايتال ساينز على حسب العمر، على حسب الايه، العمر. هل ده انفانت اقل من 3 شهور، ولا من 3 شهور ل 3 سنين، ولا من 3 سنين ل 8 سنين، ولا اكتر من 8 سنين لغايه اخر العمر؟ تمام، الثابت فيهم كلهم نسبه الاكسجين، ما بتتغيرش من عمر للتاني، المفروض نسبه الاكسجين على طول تبقى عاليه. تمام، لو نسبه الاكسجين فيهم كلهم اقل من 92% ده يعتبر فايتال ستيبل ولا انستيبل؟ انستيبل. طالما محتاج تحاليل او شغل كتير معاه وفايتال انستيبل، يرجع تاني ياخد كام؟ 2، يعامل معامله ايه؟ اللي هو كانت ويت. خلاص، هو فايتال انستيبل، يرجع تاني يبقى معامله كام؟ الاثنين. خلاص، طيب ريسبيراتوري ريت، والله على حسب السن بقى. انتوا عارفين الانفانت اللي انتوا خدتوا اطفال، الانفانت البيبي الصغير بيبقى الهارت ريت بتاعه كام؟ عالي. يكبر شويه يبقى 40، يكبر شويه من 3 ل 8 سنين يبقى كام؟ 30. والنورمال عندنا كام؟ من 12 ل 20، صح ولا مش صح؟ يبقى ده النورمال اللي هو الادلت، يبقى اقل من 20. خلاص، طيب الهارت ريت، هارت ريت برضو البيبي انتوا عارفين هو صغير بيبقى الهارت ريت بتاعه كام؟ عالي. اول 3 شهور 180، بعد كده 160 اللي هو من 3 شهور ل 3 سنين، بعد كده 140 اللي هو من 3 سنين ل 8 سنين. طب بعد كده اللي هو الادلت الطبيعي اللي هو من كام؟ من 60 ل 100، يبقى اقل من كام؟ اقل من 100. خلاص، طب هو بقى فايتال ستيبل ولا فايتال انستيبل؟ لو هو فايتال ستيبل، لو هو فايتال ايه؟ ستيبل، ياخد ايه؟ يعني ما فيش الفايتال ساينز مش افكتد، نو افكتد، اديله كام؟ ليفل 3. طب لو هي فيها اي حاجه افكتد، يرجع تاني ياخد ليفل كام؟ 2. خلي بالكم دي في ناس كتير ما بتفهمهاش، تمام؟ عشان الجوريزم او حد اقول ما بيشوف رسمه كده متشعبه يحس انها صعبه. انا عاوزك تفهم فكرتها، الموضوع سهل مش صعب. والله انا جاي دلوقتي واحد مغمى عليه وارستد، مفيش بلس، مفيش نفس، مفيش اي حاجه، ما بيتكلمش، ده هشتغل عليه دلوقتي، ده يصنف ليفل كام؟ 1. خلاص، محتاج لايف سيفنج انترفينشن. خلاص، لا انا معايا بيشنت تاني دايخ مش واعي، معاه وجع في القلب، معاه سيفير بين، بيتلوى في الارض مثلا، واحد معاه مثلا رينال كوليك بس بيتلوى في الارض سيفير بين. خلاص، كل دول ياخدوا كام؟ 2. تمام، خلاص، يبقى احنا كده قسمنا على حسب الاميديت سيفنج او ويت اور كانت ويت. خلاص، رقم 3 الريسورسز، محتاج مش محتاج حاجه خالص، خلاص ده 5 دوايت يا عم امشي، او اقعد معايا بقى استنى شويه نشوف مشكلتك بعدين. خلاص، محتاج حاجه واحده تتعمل له، 4.
خلاص. طب محتاج اكتر من حاجه، شوفها بقى مع الفيتال ساينز، هو فيتال ستيبل ولا فيتال ايه؟ ان ستيبل. لو فيتال ستيبل ياخد كام؟ 3. طب ان ستيبل يرجع تاني ياخد 2، خلاص بقى محتاج حاجه كتير تتعمل له، فيتال ان ستيبل فيقوم يرجع ياخد ايه؟ 2. يبقى كده انا قسمت وانا ايه؟ وانا فاهم، ما عنديش مشكله في حاجه. حد عنده مشكله في حاجه؟ هل ده صعب؟ هو الحته يعتبر الحته التقيله النهارده تمام، بس انا عاوزك تفهمها هتلاقي الموضوع سهل. هنتكلم في تفاصيل صغيره فيه بس عشان موجوده في الكتاب ده نفسه تمام، بس عشان يعني هو معظم الرسومات اللي موجوده في التكست بوك بتبقى موجوده بالمنظر ده. هي هي تلاقي هنا اهو الاوتو ساتوريشن فيهم كلهم اقل من 92 تمام، وهتلاقي هنا اهو الشهور نفس الشهور بنفس كل حاجه، بس ايه رسمه مختلفه، بس الرسمه ديت هي الاشهر اللي هتلاقيها في التكست بوك. خلاص طيب، احنا قلنا اهو قسمناهم ليه 5 ليفل. طبعا كل ليفل بقى على حسب الايه الوقت اللي هنتعامل معاه، هو تقريبا نفس الوقت اللي هناك تمام. يعني انا عاوز اقول لك اللي فوق ده ايميديت، اللي تحته على طول ليفل رقم 2 خلال ربع ساعه، اللي تحته نص ساعه، ساعه 120 دقيقه زي اللي هناك بالظبط. يعني الفرق في الكتاب ان الليفل 2 ده هناك اللي هو الريد كان في خلال 10 دقائق، هنا ده في خلال ربع ساعه، بس هو ده الفرق في التوقيت ما بينهم، لكن هو نفس الحاجه بالظبط تمام. طيب اكزامبل اوف هاي ريسك سيتويشن، احنا دلوقتي هناخد الثلاث اسئله اللي هو بتاع هو يقدر يستنى ولا ما يقدرش يستنى تمام، يقدر ويبقى ويتنج معانا ولا لا. اول حاجه الهاي، هل هو هاي ريسك سيتويشن زي مثلا الناس اللي هم معاهم تشيست بين تمام، زي اكتف تشيست بين، او ممكن يبقى معاه اكيوت كورونري سيندروم. هو نفسه ما هو الاكيوت كورونري سيندروم غالبا غالبا بيجي بتشيست بين تمام، but doesn't require an immediate life saving intervention. يعني هو معاه acute coronary syndrome تمام، لكن حاليا ما هو ما دخلش مثلا في cardiac arrest، ما فليرش مثلا، خلاص stable معاك، او needle stick. هديت غريبة، يعني بيقول لك لو واحد مثلا شغال في المعمل او زميل ليك، او انت ممرضة بتدي حقنة لحد، او انت كدكتور ماسك ابرة مثلا بتسحب الاي بي جي، في بعض المستشفيات الدكاترة احنا اللي بنسحب الاي بي جي، يعني المستشفى اللي انا شغال فيها احنا اللي بنسحب الاي بي جي تمام، ممكن يسحبوا ريديال، ممكن اشك نفسي، لو شكيت نفسي في الابرة انا اعتبر كاتيجوري ايه؟ ليفل 2، انا اعتبر ليفل 2. شوفوا انيد الستيك ان هيلث كير وركر تمام، في الستاف نفسه تمام. ساينز اوف ستروك، انتوا عارفين ستروك يعني ايه؟ لو حد عنده احتمال ان هو يكون عنده هيموريدج او جلطه في المخ تمام، ستروك. طيب رول اوت وتستبعد بقى ايه الاكتوبيك بريجنانسي، او ان هو ولازم يكون هيمو دايناميك ستيبل ولا مش ستيبل، تشوف الحاجات دي خلاص. بيشنت اون كيمو ثيرابي، لو بيشنت جاي لك بكيمو ثيرابي ده مناعته اصلا قليله، فهو من غير ما يكون جاي لك بحاجه انت حاسس انها عنيفه او كبيره، كده كده هو ليفل كام؟ هو ليفل 2 خلاص. حد جاي لك بمحاوله انتحار، او حد كان بيقتل حد خلاص، يبقى البيشنت ده برضو كسيكاتري كده وكحالته هيبقى في ليفل كام؟ في ليفل 2 برضو. طيب اذا بيشنت از داينج، داز ذا بيشنت ريكوير ايميديت لايف سيفنج انترفينشن، هل البيشنت ده محتاج ايميديت لايف سيف انترفينشن؟ ده نفس السؤال اللي فات تمام. بعرفه منين؟ بجاوب على ايه؟ بصوا يا شباب، هو لو حد جاي لك ومتيب، يعني مركب كافد انتوتراكيال تيوب، ده تعتبروه ايه؟ متيب يعني مركب كافد اندوتراكيال تيوب تمام، ده تعتبروه ايه؟ واحد. ليه؟ لان هو انستيبل اصلا، هو اصلا عنده مشكله في الاي بي سي، مش احنا قلنا واحد ده ممكن يكون ايه؟ عنده مشكله في الاير واي او البريسنج، ما هوش قادر يتنفس، او سيركيوليشن شوكت تمام. يبقى هي ديت الحاجه، بيشنت لازم يكون بيتنت اير واي. طب لو هو مش بيتنت اير واي يبقى محتاج ايميديت لايف سيف. بيشنت بريسنج بيتنفس ولا لا؟ طب لو ما بيتنفسش يبقى ايميديت لايف سيف. عنده بالص ولا لا؟ لو ما عندوش يبقى شوكت، يبقى ايميديت لايف سيف تمام. بالص ريت والريزم والكلام ده كله، حد عنده مشكله؟ تمام خلاص، احنا قلنا نفس الكلام ده، اللي هو كاردياك اريست، ريسبيراتوري اريست، الاكسجين ساتوريشن اقل من 90%، الكلام ده كله لازم تعرفه، لان انت كلمه منهم عندك في الكيس ستادي ويجي يقول لك كاتيجورايز البيشنت او كلاسيفاي البيشنت اكوردنج تو الاندكس سيفيرتي، لازم تبقى عارف بقى بناء عليه، بناء على الكلمه اللي انت شفتها من الحاجات دي خلاص. مثلا مش احنا من شويه جاوبنا الانافيلاكتيك شوك، جبنا كيس ستادي عن الانافيلاكتيك شوك خلاص، ما اي نوع من انواع الشوك هتبقى ايه؟
هتبقى 1 جريد 1 خلاص. طيب decision point B should the patient wait. patient هيستنى ولا مش هيستنى؟ قلنا هنجاوب على ثلاث اسئلة: high risk situation و patient confused lethargic disoriented و patient severe pain او distress. تمام، احنا جاوبنا على فكرة على اول سؤال ده اللي هو ده high risk situation اللي هو لو ما عادش استبين. بس اللخبطة في ترتيب السلايدز. تمام، تاني سؤال بقى confused او lethargic او disoriented. خلاص new onset confusion، يقول لك الراجل كان كويس وفجأة بقى مش داري باللي حواليه، بنكلمه ما بيردش، بيخطرف، بيقول كلام غريب، ده نيو اونست. هو ما كانش كده، تمام، مش هو مثلا طول عمره كده مريض زهايمر مثلا وطول عمره كده، لا هو نيو اونست. elderly patient ما هو كبير في السن، او 3 months old whose mother reports that child is sleeping all time. طفل 3 شهور تقول لك ان هو لغايه دلوقتي نايم على طول، ما بيفوقش، ما بيقومش يصرخ ويلعب زي الاطفال العاديين. تمام، برضو ده نعتبره consideration ان هو جروب ايه، جروب ليفل 2. تمام، او شخص بالغ لقيته confused disoriented باللي حواليه، ممكن يكون عنده brain insult او head injury او حاجة. طيب البين assessment، احنا قلنا تالت سؤال هو الوجع اللي معاه ده شديد ولا مش شديد، بيعمل له بين assessment بطريقة معينة، باراجراف معين هنقول عليه البين assessment. بص مثلا انت تعرف الوجع شديد معاه ولا مش شديد ازاي؟ اللي معاه وجع شديد ده بيبقى مشغل السمباثيتك، هتلاقيه عرقان سفير سويتي. تمام، تلاقيه كمان هو ما هوش ثابت في مكانه. تمام، البين الشديد كمان ممكن يخليه يرجع يعمل استيموليشن فومت، يعني تلاقي دايما ده جاي لك الاستقبال واحد مثلا رينال كوليك ويقول لك انا برجع. تمام، وما تبقاش عارف ايه العلاقه، يعني رينال كوليك بيرجع ليه من السفير بين. تمام، انا مثلا لما اجي اسال مريض قلب انا عاوز اعرف الجلطه اللي جايه له او وجع صدره ده اكتر وقت كان فيه وجع امتى، او وقت الجلطه بالظبط، او الماكسيمال بين كان امتى، عارفين بساله ايه؟ الوقت اللي رجعت فيه، الوقت اللي عرقت فيه، هل في وقت معين عرقت فيه؟ قال لك ده انا والله وانا قاعد كده وما بعملش حاجه لقيت هدومي كلها مليانه ميه. تمام، او رجعت ده اعرف ان الماكسيمم بين كان في الايه، كان في النقطه دي، كان في الوقت ده. تمام، لو انا عاوز اعرف البين بدا معاه من امتى. خلاص، يبقى ده مهم. يبقى اول حاجه طبعا بتشوف الفيشال اكسبريشن بتاعه، جرماسنج يعني بيقوه، بيقول تمام، كراينج بيعيط. تمام، دايافوريسز في عرق، بودي بوزشر ممكن تكون عامل كده من شده الوجع. تمام، واخد اي وضعيه، changing the vitals بقى الهايبرتنشن، التاكيكارديا، ريسبيراتوري ريت، كل الكلام ده بيبقى على السمباثيتك بتلاقيه ايه، بتلاقيه اعلى، او لو بقى قليل يبقى انت داخل فين، في شوك. خلاص، يبقى بنشوف الكلام ده. في عندي بقى حاجه اسمها يونيفرسال بين اسسمنت تول، اداه بحدد منها الايه، الوجع. خلاص، طبعا انت بتسال البيشنت تقول له بيشنت جاي لك الاستقبال بقى اكيوت بين. تمام، لو هو جاي لك بيصرخ وبيتوجع وبيتنفض ما تسالوش السؤال اللي هو الوجع شديد ولا لا، يعني ما تبقاش غبي. تمام، هو خلاص جاي لك بيتنفض اهو وبيتوجع. تمام، لكن افرض مثلا واحد جالك مثلا زي حالاتي، واحد مثلا يجي له يقول له ايه، انا صدري بيوجعني وحاسس بنغزه في صدري من امبارح. خلاص، فانا لازم اساله، انا عاوز اعرف الوجع من امبارح ده هل لسه موجود لغايه دلوقتي؟ هو طب هل لو الوجع كان في وقت شديد كان امتى؟ تمام، طيب لو الوجع امبارح كان شديد كان امتى؟ يقول لي مثلا بالليل الساعه 8. خلاص، يبقى انا عرفت ان هو اشد وقت كان بالليل الساعه 8، يبقى انا اديت له انا ما بيني وما بين نفسي 10 من 10. فاقول له طيب الوجع اللي معاك دلوقتي تقارنه بالوجع اللي كان امبارح تدي له كام من 10؟ يقول لك والله لسه زي الوجع زي ما هو، او ممكن يقول لك لا ادي له 5 من 10، لا ادي له ايه 7 من 10، لا ادي له 3 من 10. السؤال ده مهم. تمام، ليه؟ لان البين عندنا احنا مقسمين. تمام، البين ماخد 9 من 10 ده ورست بين بوسبل، اللي هو بين فظيع، اللي هو ألم شديد جدا. خلاص، لو 7 و8 ده اللي هو سيفير بين. خلاص، 4 و5 و6 ده يعتبر مودريت تو سيفير، 1 و2 و3 ده مايلد. تمام، 0 طبعا نو ايه، نو بين. يبقى انا على الارقام اللي انا باخدها من البيشنت بحطه على السكيل ده واعرف ان البين معاه شديد ولا مش شديد. لو البين شديد، يعني لو هو سيفير او ورست سيفير، من سيفير وانت ماشي كده، ده يعتبر كاتيجوري كام؟ 2. طب لو هو مايلد او مودريت او نو بين،
خلاص ينزل للي تحتها، ما تبقاش في اتنين، ممكن تبقى تلاتة بقى اربعة على حسب الالجوريزم وانت ماشي. فاهمين دي؟ فاهمين دي؟ تمام اهو نفس الفكرة اهو. خلاص بنقسم السكيل عندك من صفر لعشرة ونشوف. حد عنده مشكلة؟ طيب الديسيشن بوينت سي اللي هو الريسورسز التحاليل. تمام، مهم جدا ان انت تبقى عارف ان الريسورسز اللي احنا محتاجينها اللي هي التحاليل والاشاعات هي ايه ومش ايه. يعني تبقى عارف في المستشفى ايه الريسورسز وايه اللي مش الريسورسز. هناخد مثال عليهم دلوقتي، مثلا اللابس، ان انت تطلب تحليل دم، تحليل بول، تحليل الكترولايت صوديوم وبوتاسيوم. تمام، ان انت تطلب مثلا انزيمات للقلب، كل الكلام ده يعتبر ايه؟ ريسورسز عادي. خلاص، طب الناحيه الثانيه كلامك مع العيان وفحصك للعيان ده يعتبر ريسورسز؟ لا. تمام، طيب انزل تحت الاي سي جي، الاشعه العاديه، الاشعه المقطعيه، الرنين المغناطيسي، تمام، السونار، الالتر ساوند، كل ده يعتبر ايه؟ ريسورسز، متطلبات انت عاوزها منه. طب البوينت اوف كير تيست، يعني التيست اللي انت بتعمله هو على السرير، مثلا هتعمل له فحص السكر، هل ده يعتبر ريسورسز؟ لا. خلاص، طيب الاي في فلويد هايدريشن، ان انت بتدي فلويد لان هو الراجل ده مثلا شوكت، فانت عاوز تديله فلويد عشان تعالجه له، او هايبوجلايسيميا فانت هتديله سكر عشان تعالجه له، ده يعتبر ايه؟ ريسورسز، هتديله جلوكوز. طب السلاين، لو واحد مثلا هيحط مثلا مسكن على محلول ملح، تمام، انا اعتبر المحلول الملح ده ريسورسز؟ لا. خلاص، يبقى السلاين عموما ما تقولش ما اعتبروش ريسورسز، لا، وعلى حسب بيتاخد في ايه. ما هو الفلويدز ديت، الاي في فلويدز دي ما هي السلاين، انتوا فاهمين؟ طيب بعد كده تحت الاي في او الاي ام او نيبولايزد ميديكيشن، هتدي حقن عضل او حقن وريد او هتعمل له جلسه نفس لو هو جاي لك بخنقه مثلا، كل الكلام ده يعتبر ايه؟ ريسورسز معايا. تمام، طب البي او ميديكيشن اللي هي الاورال ميديكيشن، هياخد مثلا حبايه مسكن. تمام، مثلا واحد جاي لك بتيتنس وهيطعم، هل ده يعتبر بالنسبه لنا ريسورسز؟ لا. تمام، الريسورسز كمان هي العرض، يعني لو واحد جاي لك وانا عرضته على نايب القلب، عرضته على نايب الصدريه، عرضته على نايب المخ والاعصاب، نايب المسالك، ده كده يعتبر ايه؟ يعتبر ريسورسز، وقت على ما التاني يجي فانت طلبت له حاجه. تمام، لكن لو انت مثلا فون كول تو بي سي بي اللي هو مثلا هيكلم حد مثلا من قرايبه يجي، هيكلم يعمل اي مكالمه، لا ديت ملهاش لازمه. خلاص، اخر حاجه سيمبل بروسيجر، يعني لو انت مثلا هتركب له والمريض ده، خلاص احنا مثلا عندنا مرضى القلب ما ينفعش يتحرك، ما ينفعش يقول لي انا قايم رايح الحمام، لا، فانت لازم هتركب له ايه؟ قسطره عشان يتبول فيها. تمام، فولي كاستر. خلاص، فالفولي كاستر تعتبر بروسيجر. خلاص، او الكومبلكس بروسيجر، سيمبل بروسيجر انت هتعمل حاجه واحده زي الكول فولي كاستر، او حاجه اسمها كومبلكس بروسيجر. كومبل بروسيجر ان هو هتحتاج تعمل له حاجتين مع بعض. تمام، لو هو انكونشس مش مشكله. طب السيمبل ووند كير، واحد جاي لك بجرح وانت بتنضف له الجرح وبعدين بتحط له عليه شاش وبتقفله، هل ده يعتبر بروسيجر؟ لا. خلاص، يبقى مهم جدا انت تعرف البروسيجر ايه ومش ايه. تفرق معايا ايه؟ لان لو اتعمل له حاجه من ديت في الكيس ستادي قدامك وانت تحسبها بقى، اتعمل له واحد، اتعمل له اتنين، اتعمل له تلاته، تبقى عارف هو اتعمل له ما اتعملوش خالص، يبقى ده ياخد كاتيجوري ليفل كام؟ خمسه. ولا اتعمل له حاجه واحده يبقى ياخد ليفل كام؟ اربعه. ولا ما اتعملوش خالص، او قصدي اتعمل له كذا حاجه، تمام، بس طلع الفايتال ساينز بتاعه. خلاص، طيب هنشوف الكاتيجوريز بتاعنا، نبقى عارفين ده كاتيجوري كام. يلا، 20 year old male with right lower quadrant pain، تمام، right lower quadrant abdominal pain في المورنينج، ومعاه نوزيا ومالوش نفس ان هو ياكل، نو ابيتايت. تمام، does patient need life saving intervention، هل هو محتاج saving intervention؟ هو معاه وجع في بطنه، تمام، ومعاه احساس ان هو عاوز يرجع، لا. خلاص، يبقى ده مش ايه؟ مش ليفل واحد. طب هل هو doesn't wait او confused، او البين سكور بتاعه قد ايه؟ ده انت اللي بتحدده، يعني هو الكيس ستادي دي مش كامله، احنا بنسال الاسئله دي. لو طلع مثلا هو مش الوجع شديد جدا جدا فهوش قادر يستنى، او confused، تمام، او ممكن يحصل معاه ايه complication، خلاص يبقى ليفل اتنين. طب لو الكلام ده كله مش موجود، طب الريسورسز اللي انت هتطلبها له، تمام، مريض زي ده انا ممكن اطلب له ايه؟ سونار على البطن والحوض، يبقى حاجه واحده.
يبقى غالبا ده ممكن يبقى ليفل كام؟ 4 لو هو الحاجات اللي فوق دي مش موجود. تمام. طب لو انا ما طلبتلوش خلاص، يعني مثلا فحصته ولقيت معهوش حاجه، يبقى ايه؟ 5. تمام. يبقى انا بطلب له، خلي بالك لو انا فحصته وشكيت انها ابندسايتس، تمام، بفحص معين كده بعمله. انتوا عارفين الزايده ديت كانت عندكم في البطنه ولا الجراحه؟ ابندسايتس دي كانت عندكم في البطنه، هتاخدوها في الجراحه. في كذا تيست كده بعمله، لو خلاص هو مش بوزيتيف فيهم خلاص انا مش هطلب له حاجه. تمام. طيب شوف التاني. His 52-year-old male ran out of blood pressure medication yesterday. ما خدش الدواء بتاعه امبارح. تمام؟ ما خدش الدواء بتاعه امبارح، وضغطه دلوقتي 150 على 92. ده فايتال ستيبل ولا ان ستيبل؟ ان ستيبل. ايه؟ ان ستيبل. هو الضغط المفروض كام؟ لا هو ان ستيبل مش لازم، يعني هو مش في النورمال رينج وخلاص. تمام. هما بيفكروا كده. تمام. مش في النورمال رينج وخلاص. تمام. يبقى ده المفروض كاتيجوري كام؟ 2. هو فايتال ان ستيبل يرجع تاني، انا ما طلبتلوش حاجه وفايتال ان ستيبل يرجع تاني. خلاص. ما علينا. طبعا هو ده الاجابه اللي عندكم في السكشن، السؤال ده اتقال في السكشن. لكن كطبيعي كده واحد جاي لك بس هو ما خدش علاجه فضغطه عالي، ده بالنسبه لنا ايه؟ ده 5 عادي. تمام. انا بالنسبه لي ما بديش ادويه للضغط عندي في الطوارئ الا لو وصل 160. تمام. ساعتها ممكن تدي له قرص كده ويستنى معاك شويه. خلاص. خصوصا للناس اللي هم اصلا ايه، الناس اللي هم اصلا متعودين ان هم مرضى الضغط اصلا، هو مش اول مره ضغطه يبقى كده، ومش جايب شكوى او ما قالكش هنا مثلا ان هو جاي مصدع. تمام. جايب صداع شديد، جايب صداع نصفي، جاي بيرجع، مش جايب شكوى معينه بسبب ارتفاع الضغط. يعني ارتفاع الضغط مش مسبب له ايه؟ مش مسبب له مشكله اصلا. A 45 year old obese female with left lower leg pain و swelling. رجليها بتوجعها وارمه شويه. بعد ما ساقت قعدت يومين، بعد يومين ما ساقت 12 ساعة. كانت بتسوق العربية قعدت 12 ساعة متواصلة تسوق. تمام؟ طب ما طبيعي انتوا مش عايزين رجلها توجعها وتورم. ديت بالنسبة لنا هتبقى ايه؟ تبقى ايه؟ 5 local pain. تمام؟ أو local pain بالنسبة لنا ممكن تبقى 5. 5. خلاص. حد عنده مشكلة؟ تمام. بصوا بقى اللي احنا خدناه ده، ان المريض جاي لك عندك المستشفى، تمام، ملوش دعوة بالترياج بتاع الحوادث. ملوش دعوة بالايه؟ بالترياج بتاع الحوادث او الترياج بتاع الكوارث. يعني مثلا بيت وقع على ناس، مكان اتحرق، حرب، حادثة على الطريق، كل الكلام ده انت بيبقى عندك الترياج هنا هيتقسم. هيتقسم ليه بقى؟ هيتقسم لحاجة اسمها، هيتقسم لحاجة اسمها برايمري وسكندري وتيرشري ليفل. برايمري وسكندري وتيرشري ليفل. البرايمري ده غالبا المسعف بيعمله. هو انت خلاص، انت مثلا حصل حادثة في عربية الإسعاف، الأمبيولانس هي اللي هتبقى موجود، غالبا هتلاقي المسعف بيعمله، ولو في دكتور متوفر ساعتها ممكن يعمله. تمام. مثلا عيان خلاص مثلا في الحادثة ديت حصل له كاردياك أريست، اتخض مثلا. تمام. عيان مثلا نزف كتير فدخل في شوك. خلاص. يبقى مين اللي أول واحد هيتعامل معاه؟ المسعف، فتلاقي هو اللي بيعمله، أو لو في دكتور لحق يروح هيبدأ يتعامل ويعمله. السكندري ده بقى لما يجيبوه يقوموا واخدينه رايحين فين؟ رايحين المستشفى. ده السكندري. التيرشري ده لما انت تجيبه المستشفى وتتعامل معاه تخليه ستيبل، وبعد كده يروح القسم بتاعه هيعمل عمليه مثلا في العظم، فخلاص دخل قسم العظام، يبقى ده كده تيرشري ليفل. خلاص. هي مثلا هيعمل العمليه مثلا في نزف مثلا، فيفتحوا له بطنه مثلا عشان يخيطوه، تمام، من جوه، او يعملوا له يعني بينزف من جوه، حصل برفوريشن فيدخلوا يسدوا النزيف ده، يبقى ده كده ايه؟ تيرشري. خلاص. في اي مشكله؟ يبقى ده بالنسبه لنا اللي هو التقسيم ده. ترياج تروم. تمام. الترياج هنا بيعتبر ايه بقى؟ اولويته ان هو يعالج البيشنت في الماس كوزاليتي ايفنت. ماس ديت يعني ايه؟ يعني جماعي، في كارثه جماعيه حصل. خلاص. بيشنت ار كلاسيفايد اكوردنج تو تايب اوف ايرجنسي اند زير كونديشن.
هل هو الايرجنسي بتاعه اللي هو الايمرجنسي بتاعه اللي هو حالته الخطره خطره ولا ايه، ولا ظروفها ايه، وحالته الصحيه ظروفه ايه، الكونديشن بتاعه. تمام، رايت بيشنت تو رايت بليس ان رايت ايه تايم. تحس ان هي مظاهره كده اللي هو يقول لك انا هدفي ان انا اعالج البيشنت الصح في المكان الصح في الوقت الايه الصح، اللي هو فكره التصنيف اللي احنا بنقول عليها او التقسيم او التولز اللي احنا بنتكلم عليها من ساعتها. تمام، او بيقول لك دو ذا موست جودز فور موست بيشنت يوزنج افيلبل ريسورسز، اللي هو تحس اللي هو بيقول لك اعمل الصح. تمام، دي بقى ديت ايه وظيفتها، في مشكله؟ تمام، بص بقى ديت برضو حته عاوزين نفهمها زي الحته اللي احنا فهمناها من شويه. تمام، حته برضو فيها فهم فركزوا معايا فيه. خلاص، ده حاجه اسمها سيمبل ترياج، سيمبل ترياج او رابيد تريتمنت. سيمبل ترياج رابيد تريتمنت ده بيتحصل فين؟ في البرايمري، برايمري في المكان، في مكان ايه الحادثه اللي هو ات ذا سين، في المكان نفسه. تمام، اللي غالبا المسعف ممكن يكون هو ايه بيعمله، او لو في دكتور لحق وراح خلاص يبقى ده في نفسه. دي بنسميها ستارت. ليه بيسموها ستارت؟ سيمبل ترياج اند رابيد تريتمنت، الاختصار نفسه لو جمعته هتلاقيه ستارت. سيمبل الاس، ترياج التي، الاي اند رابيد تريتمنت. خلاص، يبقى ده بنسميه برايمري ترياج. السكندري لو راح المستشفى، برايمري ترياج هنيجي نشوف. تمام، هنيجي نشوف فكرته ايه. اول حاجه البيشنت ده بيتنفس ولا لا، لو البيشنت بيتنفس يس ولا ما بيتنفسش نو. طب هو دلوقتي ما بيتنفسش، طب ما بيتنفسش ليه؟ يبقى الايروي فيه مشكله، فاقوم رايح وفتح له الايروي. تمام، فتحت الايروي وبدا يتنفس كويس، طب فتحت الايروي ولسه ما بيتنفسش، يبقى البيشنت ده غالبا ممكن يكون ضايت، ممكن اشتغل عليه سي بي ار وممكن ما اشتغلش. خلاص، يبقى هو غالبا ممكن يكون ايه داينج، دايت خلاص. ماشي، طيب لو هو بيتنفس خلاص هتبدا تعمل له الايميديت كير في الحال، ايميديت كير فما تستناش لما يروح المستشفى. خلاص، ليه؟ لان هو دلوقتي يعتبر في ايه، في اريست، كان في اريست. خلاص، طيب يبقى ده لو هو ما بيتنفسش. تمام، طب لو هو بيتنفس شوف النفس، معدل النفس بتاعه، لو معدل النفس بتاعه اكتر من 30 ده يعتبر تاكبني، يبقى ده ايميديت تشتغل معاه في الحال. طب اقل من 30، اقل من 30 هقلب على حاجه بعدها بعد النفس، الريديال بولس اللي هو الايه النبض بتاعه، هبص على النبض بتاعه موجود ولا مش موجود. يبقى انا كده لغايه دلوقتي انا ماشي مع ايه، مع الايروي، خلصت البريسنج بالمعدل بتاعها، وبعدين دخلت على الريديال بولس اللي انا بشوف ايه ساعتها، السيركيوليشن. ببص على السيركيوليشن، الريديال بولس بريزنت، مش موجود البريديال بولس، مش موجود، هو بيتنفس بس ما فيش ريديال بولس. تمام، يبقى خلي بالك لا يكون شوكت، اعمل كنترول للشوكت، ممكن السبب يكون بليدنج، اشهر حاجه في الحوادث ان هو نزف كتير. تمام، فلو في دم معاك اعمل له نقل دم. خلاص، لو تعرف تعمل له اي حاجه تديله فلويد. خلاص، يبقى اعمل كنترول للايه، للشوكت. تمام، طيب يبقى ده لو ما فيش ريديال بولس. تمام، طيب بعد كده، طب في ريديال بولس، شوف المينتال ستيت بتاعته معاك. مينتال ستيت، هل هو المينتال ستيت بتاعك لما تقول له اسمك ايه، ارفع ايدك، تمام، ضم ايدك، اي كوماندز انت هتقولها له عملها ولا ما عملهاش؟ لو عملها يبقى خلاص الكير بتاعه ما فيش مشكله، استنى لما تروح المستشفى ما عندناش مشكله خالص معاك. طب ما عملهاش، ايميديت كير برضو ابدا معاه في الاسعاف. تمام، يبقى احنا كده الجوريزم برضو بنبدا بيه اللي هو السيمبل ترياج اللي هو في مكان الايه، في مكان الحادثه نفسه. تمام، ده مع التروما ترياج. احنا خلصنا خلاص اللي بيجي لي المستشفى ده، وخدنا منه مثالين، الاستراليان والايه والاندكس، سيفيريتي اندكس. تروما ترياج في وقت الحادثه بقى، والله المسعف راح، المسعف ده هيعمل ايه، هيبدا يشوف هو بيتنفس ولا ما بيتنفسش، ما بيتنفسش طب افتح الايروي، يتفتح اسعفه، ما اتفتحش غالبا ممكن يكون مات. تمام، خلاص البيشنت ده بيتنفس، طب بيتنفس نفسه ده الريت بتاعه قد ايه، هل 30 واكتر تاكبنك، ابدا اتعامل معاه وسعفه ايميديت كير. طب لا اقل من 30، طب بص الريديال بولس موجود ولا مش موجود، الريديال بولس مش موجود يبقى ايه، اتعامل معاه اسعفه خلاص ايميديت كير. طب موجود الريديال بولس، يبقى شوف بعد كده الاورينتيشن بتاعه هيتابع معاك وهيعمل اللي انت هتقول له عليه ولا لا، لو عمله خلاص مفيش مشكله، اخر التعامل معاه، حطه في الاسعاف واخر التعامل معاه الايه،
لغايه ما يروح. على فكره كل ده ما بياخدش معاه وقت، يعني كل ده بيبقى في ثواني، لان هو من الاول اصلا لو بيتكلم وبيتحرك ما خلاص انا عرفت ان هو كل ده مش موجود. انا بتعامل مع حالات الكوما وبفضل ماشي معاها بقى لغايه ما اوصل لها. في حد عنده مشكله يبقى ده البرايمري كير زي ما قلت لكم، في السين نفسه، في السين اللي هو في موقع الحادث نفسه خلاص. او ترياج ايمرجنسي ديبارتمنت اللي هو سكند ترياج، اللي هو خلاص بقى انا جبته راح المستشفى. هتصنف الحالات ازاي في السكند ترياج ده؟ تمام، عندك اربع الوان. فاكرين الالوان اللي كنا قلناهم في الاستراليا قبل ما ننسى؟ عشان دي تاني الوان مهمه معانا. الالوان اللي كنا قلناها في الاستراليا ايه؟ ريد واورنج وجرين وبلو ووايت. هنا بقى الالوان ايه؟ ريد ويلو، مفيش اورنج، وجرين وبلاك. خلاص البلاك ده اللي جاي لك ميت، اللي هو كان هناك اصلا ايه غالبا الاير واي، وفتحت الاير واي وبرده مفيش اي استجابه، فده البلاك. عشان نبقى خلصنا منه، في حد عنده مشكله؟ تعالى بقى نرجع للايه، للريد اللي هو مكتوب جنبه فيرست بريورتي، اللي هو الاولويه الاولى. تمام، طيب الريد ده اللي هو موست ايرجنت. موست ايرجنت ده غالبا هيبقى ايه؟ نفس اللي هناك، ماشي، جاي لك بارست، جاي لك بشوجد، تمام، جاي لازم هتشتغل معي خلاص. لكن هو ممكن يكون استابلايزد شويه ومخلص ما ماتش، فانت لازم هتتعامل معي خلاص. طب يلو، يلو ده سكند بريورتي، ده ايرجنت تمام، لكن مش موست ايرجنت خلاص. طب ده زي ايه؟ انجرس مثلا، واحد بينزف، تمام، واحد مثلا حصل له كسر في عظمه مهمه في جسمه، تمام، فلازم توقف له النزيف او لازم يدخل العمليات خلاص، فهتبعته للتيرشري بعد كده، تعمل له ستابلايزيشن، تحاول تظبط الفايتال ساينز بتاعه، تدي له مسكنات عشان الالم ويدخل العمليات مثلا خلاص. ده يقدر يستنى معاك قد ايه؟ تعمل معاه ايميديت. انما ده يقدر يستنى معاك قد ايه؟ من 45 ل 60 دقيقه، تمام. انا قلت لكم الاثنين سكيل اللي قبل كده كان التايم بتاعهم متشابه، ده لا، ده اشتغل معاه في الحال ايميديت، ده ممكن يستنى معايا ايه؟ 45 ل 60 دقيقه. طب النون ايرجنت او ثيرد بريورتي ده ممكن يقعد معايا قد ايه؟ ساعات، اورز عادي، تمام، ما قالش تايم معين، اورز عادي. ده زي ايه بقى؟ زي لوكالايزد انجري، هو حادثه، اتخبط مثلا، حصل له حرق في منطقه، اتخبط في منطقه، تمام، حصل له تروما في حاجه، خلص انت بتعمل له اشاعات وهو قاعد معاك، مفيش حاجه ظاهره تدل ان هو خطير، تمام. في حد في مشكله كده في الموضوع ده؟ لو هو جاي لك ميت يبقى ده ايه؟ بلاك. في اي مشكله؟ تمام، اهو زي ما قلنا، اهو ديت اوضح اهي. البلاك ده خلاص هو زيرو، كده كده ملوش بريورتي خلاص، لانه هو ميت اصلا، ديد، تمام، وما بيتحركش. او انتوا عارفين يعني ايه اكسبكتنت؟ يعني ممكن هيموت خلاص، تمام، كده كده مفيش حاجه نتعاملها معاه، ماشي. طيب فوق بقى ريد، ده ايمرجنت، ده لازم تتعامل معاه ايميديت خلاص. ثريت تو لايف او لمب او اورجن، ممكن واحد رجله مقطوعه مثلا بينزف خلاص. طيب ايرجنت ديليد زي ما قلنا، ما يقدرش يستحمل الايه؟ التاخير، وده ايرجنت. الجرين ده مينيمال، ده ممكن يستنى عادي التريتمنت او يستنى لغايه الانترفينشن اللي انت هتعمله له، تمام. ده نفس اللي احنا قلناه خلاص، وديت نفس الفكره. في حد عنده اي مشكله؟ تمام، بصوا كده معايا، احنا ده هنجاوبه من خلال السكندري ترياج اللي قلناه مع التروما، مش البرايمري، السكندري ليفل خلاص. A male patient with no breathing, no central pulsation. No breathing, no central pulsation. عايز ايه تاني؟ تمام؟ مش بس كده، ده انا no breathing، ما انا هحاول معاه، هتفتح له الاير واي، still no breathing and no pulse. يبقى ده ايه؟ بلاك خلاص. في اي مشكلة؟ تمام. في male patient fully conscious, blood pressure 110 70، تمام؟ 110 70 مش رقم يخضني، تمام؟ هارت ريت 20 كويس، شوب بالور، تمام، معاها بالور، بالور ديت يعني دول انها ايه؟ ممكن تكون انيميك، صح؟ ابدومينال اكزامينيشن شو ابريجن اند ريجيديتي. بصوا ديت كده عملت حادثه، ما هو ابريجن يعني خدوش، ما خدوش من ايه؟ من خبط. ابدومينال ريجيديتي والبنت بالور، بالور معناها انيميا. طب انيميا هتجيلها فجأه وفي ريجيديتي في البطن، تيوشيني كده في سكه ايه؟ ان في نزيف في البطن،
في نزيف في البطن، تمام؟ لما تاخدوا الجراحه، انتوا طبعا لسه ما خدتوش جراحه، فلما تاخدوا الجراحه الموضوع ده هيبقى سهل عليكم، تمام؟ في نزيف موجود فين؟ في البطن. هي بالور، يبقى انيميا. انيميا لانها بتفقد دم. طب عرفت منين ان في نزيف؟ لان في ريجيديتي عندك في البطن، خلاص، في ريجيديتي. طب عرفت منين انها حادثه اصلا؟ الابريجنز اللي موجود، خلاص. طب ديت تدوها كام؟ يلو، تمام، يلو، خلاص. ميل بيشنت ويز ساينوزس. ساينوز يعني ايه؟ يعني الاو 2 ساتوريشن عنده قليل، هايبوكسيك، تمام، كميه ثاني اكسيد الكربون عاليه عندي في الدم. تاكيبنيا، تاكيبنيا 35، العيان اصلا تاكيبنيا 35 ده احنا ممكن نتيبه، نتيبه عادي كده عشان بس هارت ريت بتاعه عالي، لانه ممكن ساعتها يدخل في اريست، خلاص. بلاد بريشر 80 50 ده شوكت، صح؟ هارت ريت 120 ده تاكي كارديا، يبقى ده شوك. شوك ده على طول هيبقى ايه؟ ريد، خلاص. امي بيشنت فولي كونشس، بلاد بريشر 110 70، هارت ريت 90، ريسبيراتوري ريت 20، كان ووك اونلي، هافينج سويلنج اند شورتنج ان ذا ليمب. سويلنج وشورتنج ده يعني عنده ايه؟ عنده حاجه لوكالايزد، يبقى ده على الجدول ياخد ايه؟ لوكالايزد كان ايه؟ كان جرين. في اي مشكله؟ تمام. دي الاولى، الغرفه ترياج، الغرفه الاولى الاهم الاخطر في المستشفى. الغرفه اللي لو اتظبطت والسيستم بتاعها اشتغل كويس كتمريض ودكتور، المستشفى كلها تبقى مرتاحه، تمام، لان كل واحد هيبقى عارف رايح فين، مستدعي له مين، مش هتلاقي في خناقات بين الدكاتره على دي حالتي ولا دي مش حالتي، مش هتلاقي البيشنت اصلا قاعد بيقول الدكاتره ويدعي عليهم، تمام. هتلاقي الدنيا كلها مظبوطه، هتلاقي المستشفى ماشيه كويس، تمام. بالتالي دكتور الترياج لازم يبقى دكتور فاهم كويس، والامرجنسي عموما من التخصصات اللي الدكتور بتاعها لازم يذاكر كتير ويبقى ملم بكل حاجه، على عكس ما الناس ايه متخيله ان هو مجموعه قليل فمذاكرته قليله، لا ابدا. الامرجنسي من اكتر تخصصات الطب اللي فيها ايه؟ اللي فيها مذاكره، تمام. ربنا يوفقكم ونورتونا يا شباب.